أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الأعزاء. غدا تحل علينا الذكرى 72 من ثورة يوليو المجيدة، 23 من يوليو 1952. تلك الثورة التي غيرت وجه الحياة في مصر، وتحولت مصر من الملكية إلى الجمهورية، وتحولت من الإقطاع إلى الملكية العامة. لذلك يسعدنا أن نستضيف في هذه الفقرة الأستاذ محمد عبد الهادي السيد، وكيل وزارة بشركة المحطات المائية سابقا بأسوان. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بك. في صباح طيب وكل حضرتك طيب. يعني بكرة إن شاء الله الذكرى 72 لثورة يوليو المجيدة. بداية يعني أستاذ محمد، نأخذ فكرة عن كيف كانت الحياة قبل الثورة في مصر، نأخذ إطلالة على هذه الحياة. الأول طبعا بيسعدني بهذه المناسبة أن أتقدم إلى القيادة السياسية وشعب مصر العظيم بهذه المناسبة العظيمة. الحقيقة لو إحنا رجع بين الزمن قبل ليلة 23 يوليو هنشوف إيه؟ هنشوف ملك بيحكم مصر من خلال حاشية بهوات وبشوات وبكوات وإقطاع ورأسمالية مستقلة، وأحزاب يعني لا هم لها إلا الوصول إلى الحكم دون النظر إلى مشاكل الشعب. وبعدين احتلال إنجليزي في مدن القناة، يحيط بمصر دول كلها مستعمرة، فضلا عن الصراع بين الغرب والشرق والحرب الباردة. طب إزاي الضباط الأحرار يقدروا يخترقوا كل هذا المناخ ويقوموا بثورة بيضاء؟ فعلا ده يعني يدل على قدرتهم على التخطيط الجيد والكتمان، لذلك نجحت الثورة بدون إراقة أي دماء. لا. الملك طبعا تم تنازله عن العرش، اتنازل ابنه أحمد فؤاد وصي على العرش، واختار المنفى الاختياري يعني في إجراءات إيطاليا. دستورية كانت في الوقت الحالي. فندم؟ إجراءات دستورية. إجراءات دستورية. يعني كيفية عزل الملك، انتقال سلس سلمي جدا، سلمي جدا، بعكس مثلا الثورة الفرنسية أو الثورة البلشفية. إنما ده يعني ما فيش نقطة دم أريقت في الثورة. الملك طبعا خرج تولى العرش تحت الوصاية ابنه أحمد فؤاد، كان طفل صغير. لكن في سنة 53 تم تحويل الملكية إلى جمهورية. ابتدت بقى الثورة يعني تحقيق أهدافها. الثورة طبعا كان لها 6 أهداف معروفة، لكن كان لها مبادئ يمكن القليلين اللي يعرفوها. زي إيه؟ زي الاستقلال، وده كان مطلب أساسي في عند الثورة. العدالة الاجتماعية، العروبة. قبل الثورة طبعا كان الإقطاع، كان المواطن المصري يأن تحت الفقر والمرض والعزلة، إنسان مهمش. الاقتصاد موجود يعني كان زي ما يقولوا كان مجتمع النصف المية، لكن باقي الشعب كله بيئن تحت الفقر. الثروة كانت مركزة في الإقطاع والبشوات، وفي نصف المية من الشعب، والباقي كله سخرة. والباقي كلهم سخرة. نعم. يعني زي إيه؟ زي ما كان التوفيق الخديوي توفيق لما في ثورة عرابي كان بيسأله بيقول له ما أنتم إلا عبيد إحساناتنا. الوضع القائم ده الوضع الطبيعي. صح. ففعلا يعني الشعب المصري كان عبيد إحسانات الفئة المسيطرة على اقتصاد مصر. طبعا عبد الناصر ما كانش بيتحرك من أيديولوجية معينة، لكن كان بيتحرك كقائد للثورة بفكر وطني. فأول يعني شيء عمله كانت العدالة الاجتماعية، لأنه طبعا ابن طبقة دنيا، لأنه ما كانش مثلا من البشوات ولا البكوات، كان عنده إحساس رهيب بالشعب. فبدأ في أول ما بدأ بحتة إيه؟ العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية حققها من خلال قوانين يوليو الاشتراكية، اللي هي القضاء على الإقطاع وتفتيت السيطرة على الأراضي اللي بيملكها الإقطاع، وعمل مشروع الإصلاح الزراعي، ووزع للفلاحين الخمس فدن. فمن هنا ابتدى الفلاح يحس بوطنيته، أو المواطن المصري يحس أنه منتمي للبلد. لأول مرة يصبح مالك للأرض اللي بيعمل فيها، بدل ما هو كان أجير. أصبح مالك. نعم. ده ما اكتفاش بكده، برضك
ما هواش اداها الارض كده وسابوه، لا ده عمل كمان الجمعيات الزراعية اللي تقدر توفر للفلاح كل يعني عناصر الانتاج، فضلا عن الارشاد الزراعي اللي كان بيغطي كل القرى ديت. ده بالنسبة للفلاح، اصبح الفلاح بدل ما كان اجير اصبح مالك. نيجي بقى لأهم إنجازاته الثانية، مجال الصناعة. عبد الناصر يعني كان عنده كلمة بيقولها، يعني احنا عايز اوصل بالبلد ديت في الانتاج الصناعي من الإبرة للصاروخ. ده حلم طبعا ومن حقه يحلم، واي مواطن اي زعيم لازم يحلم، لكن عبد الناصر قدر في خلال الخطة الخمسية الأولى والثانية انه يوصل في بإنشاء حوالي أو أكثر من 1200 مصنع. يعني مصر، مصر قبل الثورة ما كانش فيها صناعات غير صناعات النسيج، ما كانش فيها إلا القطن، بعد الثورة صناعات النسيج والحاجات اللي عملها طلعت حربي، يعني ما فيش الحاجات ديت. يعني حوالي 1200 مصنع فيها صناعات ثقيلة، كافة مصانع صناعات ثقيلة، صناعات تحويلية، حديد صناعات حربية. أنشأ الحديد والصلب، أنشأ شركة كيما، أنشأ مجمع الألمونيوم، حاجات يعني بصراحة قدر فعلا في خلال الخطة الخمسية الأولى والثانية يوصل بالنمو الاقتصادي لحوالي 7%، وده رقم ما تحققش لدول كبيرة، يعني كان أقصى رقم كان حوالي 2% نمو اقتصادي. إنما عبد الناصر في خلال الخطة الخمسية الأولى والثانية قدر يوصل بالبلد ل 7%. طبيعي أنه راجل بتفكيره بالشكل دوت لازم حيواجه مصاعب كتيرة، لأنه الثورة المصرية ما كانتش حدودها الإقليم، إقليم مصر بس. ثورة قدرت إيه؟ قدرت تصدر الثورة وقدرت تتبنى حركات التحرر على مستوى إيه؟ العالم العربي، آسيا، أفريقيا، أمريكا اللاتينية. ثورة أصبحت رائدة واحتضنت كل الثوار في المناطق ديت، فطبيعي انها تحارب، طبيعي انه ايه تواجه تحديات، انه في تحديات كبيره يعني تواجه مصر. نعم. خاصه وكمان يعني ما هيش تحديات خارجيه بس، لكن في تحديات داخليه، اعداء الثوره في الداخل. يعني النهارده انت انا كاقطاعي صدرت مني الاراضي بتاعتي والهيلمان اللي انا عايش فيه، لابد ان يكون في مقاومه. تفتكر يعني حكون مثلا انا يعني حابب الموضوع دوت؟ لازم حيكون في اعداء للثوره في الداخل وفي الخارج. الحقيقه ايه اللي عبد الناصر يعني حول مصر من واقع مؤلم لواقع يعني انفتح فيه شهيه المواطن انه وزاد انتمائه للبلد، وحس فعلا انه مواطن يملك وطن. نعم. مش وطن يملك مواطن، مواطن يملك وطن. دي كانت تجربه عبد الناصر وتجربه الثوره. لانه احنا قبل الثوره يعني بصراحه لو ان الحال زي النهارده يعني امتد موضوع الملكيه زي النهارده ما كنتش هتلاقي الطبقه متوسطه، يعني انا وحضرتك وغيرنا احنا كلنا نتاج الثوره. نعم. يعني لولا الثوره ديت ما كناش احنا كطبقه متوسطه نكون موجودين ونكون ايه يعني حاسين بانتمائنا للبلد ديت. عبد الناصر من خلال مشروع التصنيع دوت، الخطه الخمسيه الاولى والثانيه طبعا قدر يقفز بالبلد زي ما قلت لحضرتك قفزات مهوله، لكن في حاجه ثانيه اهتم بها عبد الناصر، وديت الجناحين بتوع التنميه بتاعت اي بلد، اللي هو التعليم والصحة. تمام. عبد الناصر في موضوع التعليم ابتدى ينشأ مدارس في كل القرى. التعليم كان قبل الثورة كان مقتصر على أبناء الفئة الطبقة الراقية فقط، الطبقة الراقية وبمقابل. وكان لكن عبد الناصر طبعا وعى للحتة ديت وقدر ينشأ، تحول لمجاني بعد كده، تعليم مجاني. نعم. وينشأ ايه مدارس على مستوى، وكان فتح بقى حاجة تانية مهمة كانت اتقفلت دلوقتي، اللي هي دار المعلمين. نعم. كان بيؤهل فيها المدرس للتعليم الأساسي، تأسيس لتأسيس التلميذ، التلاميذ. طبعا برضك اهتم بالتعليم الثانوي والجامعات،
لكن الخطوة الجميلة اللي عملها كانت البعثات للطلبة المتفوقين للخارج عشان ينقل، عشان يقدر يوطن الصناعة وينقل الأساليب العلمية لإدارة البلد. فدي كانت خطوة يعني سباقة لعبد الناصر. ده في مجال التعليم، يعني أنشأ جامعات زي ما أنت عارف، جامعة القاهرة، لا هي جامعة القاهرة كانت موجودة وأسيوط وعين شمس، لكن في كل المحافظات دلوقتي في جامعات، ودي كلها بتخرج يعني قادة للمجتمع وناس يقدروا يديروا المصانع اللي اتعملت والقطاع العام. بالنسبة للصحة برضك في كل قرية أنشأ حاجة كده يعني حلو خالص، كانت اللي هي إيه الوحدات الريفية، اللي هي زي الوحدة الصحية، الوحدة الصحية الريفية ديت إيه كانت بقى إيه يعني انتقلت إلى العامل للمواطن في داره، يعني أصبح في كل قرية في الوحدة الصحية الريفية يقدر يتعالج فيها المواطن ببلاش، يعمل التحول في الحالة الصحية بدل ما يتكبد المشوار مثلا يروح للمدينة أو المرأة والإيده في القرية. نعم. عملية الإيه عملية الصحة، وأيضا حدث من اللي هو الطب الشعبي بالضبط، عندك طبيب خلاص بقى فيه طبيب مقيم وحاجة علمية يعني. لكن هنوقف عند حتة، إنشاء المصانع ديت حوالي يعني 1200 مصنع، دي كانت الركيزة بتاعت القطاع العام. عبد الناصر صحيح له إنجازات كبيرة، لكن زي ما له إنجازات في إخفاقات طبعا، يعني عبد الناصر ما كانش مثلا، أو الثورة ما هياش مثلا عمل هابط من السماء، لا ده فكر إيه، فكر شخص، وفكر الشخص أو فكر الشخوص ده لازم يكون فيه إيه نوع من يعني الإخفاق. ربما الناس أو الأجيال الحديثة بتتكلم على نكسة 67 على أنها أحد أخطر إخفاقات عبد الناصر، لكن لو بصينا لها من زاوية تانية، صحيح نكسة 67 أثرت على البلد، أثرت على مصر كوضع، لكن إحنا ناسين أن مش إسرائيل بس اللي هي حاول يعني هجمتنا. ده فيه مقولة كانت لنيكسون رئيس أمريكا بيقول لابد من ذبح الديك الرومي، تكالبت علينا دول هي مصر نعم. على عبد الناصر يعني لابد من ذبحه. ليه؟ لأنه تأثيراته طبعا تأثيرات فظيعة بالنسبة ثورة يوليو لم تكن ثورة محلية، لا كانت ثورة ليها عالمية يعني انتقلت من مصر إلى الدول العربية وساندت الثورات في الجزائر وفي اليمن وفي الشام والعراق. ما هو لو بصيت في التاريخ الحديث هتلاقي ثلاث ثورات شكلوا العالم. الثورة الفرنسية بمبادئها الأخاء والمساواة والحرية، الثورة البلشفية اللي برضك اتحاد السوفيتي يعني روسيا اتحاد السوفيتي، لكن الثورة المصرية كان لها الدور الأعظم. نعم. عبد الناصر فزي ما بقول لحضرتك كان في نيته طبعا الاستقلال، فطبعا قدر ايه قدر يوصل يعني يحرر البلد من الإنجليز، ويمكن كانت معركة 56 أحد المعاول المهمة في اختفاء الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس. النهاردة بريطانيا، بريطانيا بعد حرب، بعد حرب العظمى 56 كانت يعني إمبراطورية عظمى كانوا يقال عليها إنها لا تغيب عنها الشمس، لكن بعد حرب 56 تكاد تكون اختفت وبرزت قوة تانية، لكن دي طبعا إيه دي أحد تأثيرات القوة الاستعمارية لم يسبق لها مثيل يمكن بريطانيا بالضبط. لا ده كان استعمار يعني أكثر من تلتين العالم كان تحت سيطرتها، العالم كان تحت سيطرتها، وهي اللي أساس هي وفرنسا أساس تقسيم الوطن العربي اللي هي في معاهدة سايس بيكو. عبد الناصر كان واعي للحتة ديت، فلذلك كان عنده الشعور بالوحدة العرب شعور طاغي، القومية العربية، القومية يعني. العربية هو يكاد يكون أحيا القومية العربية وزكى الحلم بتاع الوحدة العربية داخل المواطن العربي. صحيح عمل الوحدة مع سوريا وقد تكون فشلت، اتحاد الجمهوريات قد تكون فشل، لكن سيظل حلم الوحدة يراود المواطن العربي من اقصى المحيط الى اقصى من يعني في خلال الوطن العربي، من الخليج الى المحيط، من الخليج الى المحيط، حلم بيراود المواطن العربي. نعم.
يعني توقفنا عند موضوع الصحة والتعليم، أيضا من إنجازات الثورة إنها يعني حولت الشخصية المصرية من شخصية منكسرة، شخصية يعني منغلقة على نفسها، إلى شخصية منفتحة، وأدى إن كمان تم تصدير المعلم المصري للدول العربية المجاورة، وكان في اللي هي الإعارات الخارجية لتعليم هو فعلا والثقافة. يعني اتجاه عبد الناصر للتعليم اوجد زي ما قلت لحضرتك الطبقة الوسطى. الطبقة الوسطى دي كان فيها عظماء المفكرين، عظماء الدكاترة، عظماء المهندسين، دول يعني هم اللي كانت الركيزة للنمو اللي شهدته البلد. رغم كده يعني بعت للدول العربية المدرسين والأطباء والمهندسين، بعت للدول الأفريقية نفس الحكاية. فمصر كانت يعني إيه يعني لتكن القوة يعني الناعمة ليه؟ مش مسندة سياسية فقط، لكن لا لا مسندة لا يعني من ده جميع مش كده وبس، الاتجاهات. ده يعني احتضن الثوار دي واحتضن. يعني أنت النهاردة ثورة الجزائر لا يمكن كانت تنجح إلا باحتضان مصر. ده أحمد بن بيلا كان بيقود الثورة من مصر، نكرومة في أفريقيا. لا لا يعني عبد الناصر كانت تأثيراته، أو الثورة بمعنى أصح كانت تأثيراتها الخارجية زي ما هي أثرت في مصر أثرت في الخارج. فعشان كده العالم كله يعني كان بينظر لعبد الناصر كرمز. عبد الناصر برضك النهاردة كان في تجاذب بين القوتين العظميين سواء أمريكا أو روسيا، لكن عبد الناصر قدر من خلال مؤتمر بندونك يؤسس مجموعة عدم الانحياز، اللي هي يعني أصبح عندها لا هي منحازة لده ولا لده، أصبح عندها إيه استقلال في 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 رأيها السياسي وفي إيه وفي مواقفها. نعم دي كانت عظمة عبد الناصر. نعم يعني فعلا استاذ محمد، يعني ثوره 23 من يوليو وكل الانجازات المصريه دائما على مر العصور، يعني حديثها الحديث عنها لا ينتهي. لذلك احنا يعني بنشكر حضرتك على هذا اللقاء، شكرا جزيلا، وحديثنا ايضا مستمر ان شاء الله خلال احتفالاتنا بثوره لا او ذكرى الثوره أصل 23 الثورة من عمل يوليو. مستمر، يعني نعم إن شاء الله إحنا برضو يعني نتمنى إن مصر فعلا يعني تبقى زي ما إحنا كلنا كشباب وكمواطنين دائما بنحلم مصر بيها تكتب التاريخ. إن شاء الله. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذا اللقاء نتوجه بالشكر للأستاذ محمد عبد الهادي السيد، وكيل وزارة بشركة المحطات المائية سابقا بأسوان، وشكرا لحضراتكم مشاهدينا الأعزاء، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله من صباح طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.